دول مجانين يا فندم، النظرة كلهم مستقبل، مش عارف هما بيعملوا كده ليه. انت متأكد ان دول عرسان الجداد؟ طبعا يا فندم متأكد، هما في صورة 125. تعال يا اخي العناء ابو الفرح على فلوس الشواتير اللي انا دفعتها ب 1500 جنيه. ايه ده؟ انت طلعت قرعة؟ قرعة؟ انت عايز حساب عنده يطلعني من غير شواتير؟ الشواتير دي بتخوف جدا. طب اطلع يلا. خوف؟ انتوا عملتوا ايه في الاوضه؟ قسما عظما هتدفعوا تكاليف كل اللي حصل وبعدين تمشوا، يا اما هبلغ الشرطه. بلغ الشرطه بسرعه. انت المدير؟ انا المدير. طب خد اجري يلا. اهرب اهرب انت. طب اهرب. يا رب قرف ده. هات يا عم موبايله من عندك يلا. ماشي هجيبهولك، بس في حاجة مهمة جدا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ دلوقتي أهلك كانوا عاملين حسابهم إن أنتوا قاعدين أسبوع في الأوتيل، فجم يقعدوا هنا قالوا نوفر تمن إيجار شقة تانية. أنا فين؟ هنا هو في الشقة بتاعتك يعني، فطبعا لو لقوك داخل عليهم هيعرفوا إن الجوازة فيها حاجة غلط. طب أنت إزاي ما تقوليش حاجة زي كده؟ بقول لك أنت، ما أنتوا في العربية عمالين بتتخانقوا مع بعض، ما سبتوليش أي فرصة، كل ما أجي أقول بتقاطعوني. طب أنا إيه دلوقتي مشكلتي؟ انت نفس مشكلته، لان مفروض حضرتك عليك فلوس واتفقنا ان انت هتاخديها بعد ما تخلصوا التمثيليه اللي انتوا عاملينها. لو التمثيليه باظت هو هيطلع على دبي وهيتجوز بنت خالته، وانت مش هتاخدي الفلوس ومش هتسددي الشيك، فانت نفس المشكله يا ماما. يعني هم جوه دلوقتي؟ صحيين صحيين صحيين، في صوت رجلين جاي على هنا. خش هو خش هو، خد خش بسرعه خش بسرعه خش بسرعه خش جوه بسرعه. اوب اوب اوب، بيقرب بيقرب بيقرب. خش خش بسرعه خش بسرعه. ده بقى خش. ده قديم يا ابني.